في أحد محال الأسواق الشعبية في بغداد في الفضل في الكفاح شهدت في بعض الأحيان يعني مقاهي، وهذه المقاهي فيها شاشات. استغربت، وجدت شاشات كبيرة لأحد المقاهي، وهذا المقهى يبيع شاي، يعني هو أرباح الإنكم التي تأتي لا تتلائم طرديا مع حجم الشاشات، شاشات كبيرة، يعني شاشات 100 بوصة، 100 بوصة وأربع شاشات، شلون احنا عندنا الكنترول؟ هو يبيع شاي، عندنا بكل قناة هو يبيع شاي. فباوعت لفت انتباهي انه هاي الشاشات أربعتهن ام 100 بوصة، أربعتهن دايريها على لعب الأحصنة، سباق الأحصنة. فلما زاد يعني تعمقي بالسؤال، وجدت انهم يراهنون على هذه ضمن ما يسمى سابقا بالريسز، يقعدون يجلسون وهم يأتون كل واحد لديه فيشة برقم محدد، وهي الخيول مسومة بها أرقام، وهذه الأرقام أنا أريد الرقم الفلاني، أنت الرقم الفلاني، الأستاذ رقم الفلاني، وكلها. وأكو هناك يعني ريجليتر منظم، وهذا هو الليدر، هو الذي يجمع وهو الذي يكتب. واتضح فيما بعد أنهم يمارسون أعمال فيما يتعلق بالريس، وهذه مشكلة. لذلك الواجهة شكل والداخل شكل. نعم آخر. مستغربة أنت هسه بالله امرأة، يعني ما تستطيعين الدخلين مثل هكذا أماكن قطعا. لا بل لست فقط النساء يعني من أمثالك الفاضلات، لكن لا، حتى الرجل المحترم نفسه المواخير قطعا. هذا مثل واحد على نحو الطرافة، واحد قال لواحد، قال له أني أمي شافت أمك فلان ماخور، قال له بالله أمي شغلتها كذا، زين أمك تجافف هذا الماخور، تجافف هذا المكان. بهذه القصة يعني.